إنتر وبرشلونة سنوات 2003 و2004 و2005 و2010. ومن لا يعلم بالكثير أن الرقم 9 الأسطوري للبلوغرانا الذي أعاد إحياء النادي الكتالوني مع رونالدينيو تحت قيادة ريكارد بدأ مشواره الأوروبي في سن 16 مع قرين ريال مدريد والذي لم يعد له الاهتمام الكافي وقام ببيع ذلك إلى مايوركا حيث سجل لاعب 70 هدفا وكان ذلك في مسيرة النادي المتواضع الذي سارح بدوره إلى بيع صفوة إيكو إلى برشلونة حيث سجل 31 هدفا بالنسبة للاعب الأفريقي في الدوري الإسباني. ومع المنتخب يبقى صفوة إيكو لاعب أكثر مشاركة في 18 مباراة حتى الهدف من 56 هدفا. Thank you.